هو قرار مناسب وانا مع هذا القرار. الا كان اصلا الناس باش يتلغى العيد ويذبح غير سيدنا وداكشي، حنا نعيدوا مع سيدنا، لانه الناس اصلا كاملين ما في حالهمش وكاملين مضرين من هذه الجائحه ديال كورونا، والناس ما خداماش، الناس ما عندهاش، والناس كتعاني، لانه الناس ما عندهاش حتى باش تخلص الكرا ديال دارها ولا بالمعيشه ديال الوليدات. خاص يشوفوا من ناحيه هذا الجانب هذا، لانه حنا اصلا احنا كعندنا وليدات ما قادرينش على العيد صراحه، هي هذه، لانه احنا ما قادرينش نخلصوا حتى الكره، كيفاش غادي نفكروا في العيد؟ لانه العيد صعيب علينا. جات مناسبه زعما الصراحه احنا غنفرحوا لها، الا ما كانش العيد غادي نفرحوا لها، والا كان العيد غادي نضروا بزاف، لانه غادي يولي اوبليجي باش غادي ناخذوا ديك الاضحيه، ولكن غادي نبزوا على روسنا، غادي نتسلفوا نتكلفوا، وما كاينش دابا، صعيب الحال. هذه مساله ليست جديده بالمغرب اولا وقبل كل شيء، وإمارة المؤمنين سبق لها أن اتخذت قرارين. القرار الأول إبان حر الرمال بين المغرب والجزائر، جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني طالب من الشعب ألا يضحي. ثم جاءت مسألة أخرى في الجفاف ديال 1981، نظر الوضع الاقتصادي ديال الفلاح ديك الساعة، قرر جلالة الملك أن يدعو الشعب بأن لا يضحي. وفي ظل هذه الجائحة ديال كورونا والوضعية الاقتصادية وخصوص الطبقة الهشة، لأن إذا نظرنا لمفهوم بأن الدولة حاولت أن تساهم أن تعين الفقراء على معيشتهم، فالناس يجب أن ينظرون للطبقة المسحوقة. طبقا مسحوقه راه ما عندوش، لان القوه الشرائيه راه ضعيفه بالنسبه للمغاربه، والناس بداو تفكروا من بعد من رمضان بداو تفكروا العيد الكبير. انا من رايي ديالي ان العيد يعني احنا مولفين كنعيدوا، يعني علاش ما يكونش العيد ولكن يكونوا لي بخي ديال الاسمنه ديال الاضاحي يكون موشر كو لي زاني بريسيدون، ونخلي من العيد حيت العيد ضروري، عيد الاضحى. العيد حنا ما بغيناش يكون كاع، هذا العيد هذا اللي غادي تما يجي غيخلق مشاكل وكذا، ما بغيناش. كاين ناس عندهم غادي يعيدوا، وحدين ما غاديش يعيدوا، اللهم ما كاينش بلاش العيد كاع. وحيت الناس الاغلبيه ما عندهمش، بزاف ما عندهمش، كاين اللي مسكين اشنو يبيع حوايج باش يشري العيد، وهذه راه ما اللهم ما يعيدش بنادم. بادرة حسنة، وهذه ماشي أول مرة تدار، راه دارت في عهد الرسول ودارت في عهد الحسن الثاني، وهذا الوقت الناس كلها مضرورة، كان أحسن الملك عيد باسمهم كما عيد الرسول صلى الله عليه وسلم وكما عيد الحسن الثاني. ماشي أول مرة هذه تدار، عدد المرات دارت. ما عندهم شو، الناس تكرفصوا ماشي غير في الفلوس، تكرفصوا بزاف الحوايج. هذا الكونفينمون راه سولي الناس اللي مشاو مساكن السبيطارات، وهذوك الناس مساكن دوك الاطباء وداك الشيء اللي تبحنوا معاهم وتكرفصوا معاهم، داك الشيء راه كثير بزاف. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.